السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنصايب معكم هاد البيتزا بالدقيق الكامل، يعني دقيق ديال القمح بنخالة ديالو، وفيها مكونات اقتصاديين تمام حتى الاخير ان شاء الله بحول الله. نصيبو معكم هاد البيتزا ان شاء الله بحول الله. كما كتشوفوا عندي هنا الفرينة بالنخالة ديالها، غنزيد معها الملحة، شوية ديال الملحة وصافي. تقريبا نص كيلو ما كاملش ديال الطحين ديال القمح هكا. غندير واحد جوج معلقات ديال الزيت البلدي، وندير شويه ديال الابصار ولا الفلفل الاسود، وغادي ندير زعتر اوريغانو، غير شويه ديال الزعتر هكا، واحد جوج رشيشات تقريبا كما كتشوفوا، والماء دافي. انا غادي نجيب الخميره، نسيت ما حطيتهاش. هي ديال الخميره عندي تقريبا واحد 15-16 غرام ديال الخميره المعجونه، الخميره اللي كنصيبو بها الخبز. اللي بغى يدير الخميره الفوريه، يعني الخميره حبيبات بحال وصافي. غادي نبداو العجينه ديالنا. هاد الكاس اللي جبت فيه الماء تقريبا فيه واحد نص لترو ديال الماء. بعد ما خويت هذاك الماء اللي في الكاس بقى فيه واحد شويه، غادي نزيدو ونجمعها. نورمالمين تيلمع على حسب النوعيه ديال الطحين. بعد ما جمعت العجينه ديالي دهنتها بشويه ديال الزيت، زيت المائده من الفوق. دابا غادي نغطيها بالبلاستيك ونخبعها في النبيره واحد 3 سوايع حتى نصيب لاصوص وتبرد. بعد ما درت ليها البلاستيك ديال البلاستيك الغذائي، دابا غنصايب لاصوص. درت نقطع البصله، عندي جوج فراع ديال الثومه، شويه ديال الملحه. بطبيعه الحال درت شويه ديال الزيت في المقله، نسيت ما قلتهاش. غادي نقي مطيشه قطعتها طروفه بحال هكا، واحد 3 المطيشات انا درت. المهم مطيشه كطيب، وانا درت هاد شويه ديال القرعه الخضراء، واحد 3-4 طروفه صغار ديال القرعه، واحد الجزاره ولا خيزو قطعتها هكا. غنديرها تسلق في واحد نص كاس ديال الماء، واحد شويه معها واحد القريصه ديال الملحه. لاصوص نصايبوها في الدار، يعني كتطلع مزيانه وصحيه في نفس الوقت. بعد ما طابت لي لاصوص غادي نطحنها، نجمعها مزيان ونجمعها في هذا الخلاط الكهربائي ونطحنها. غندير الخضر كاملين اللي طيبت، يعني مطيشه وبصله ودوك الجزره والقريعه، ها هما. نطحنها في هاد الطحان حتى تطحن مزيان. ودابا ندوز نقطع الفلفله كما كتشوفوا. درت الصفراء والخضراء والحمراء، درت نص نص من كل وحده. هنا عندي الفرماج والفلفلات اللي قطعت والطون، والعجينه ديالي هي خمرات، دازت شي 3 سوايع تقريبا. واحد الاحساس رائع باش تحط فيها الدكاكه ملي كتكون خامره، سبحان الله.
دابا غنقطع الطروسو اللي بغيت نصايب به البيتزا ديالي. غنسرحها بشويه بشويه، ندير المساعده شويه ديال الدقيق باش ما تبقاش لصق ليا في يديا، وغادي نسرحها هكا فوق البابيل ديال الفران. هي هادي سرحتها العجينة ديالي، كنتمنى تجربوا هاد البيتزا ان شاء الله غادي تعجبكم، وراه صحية. الدقيقة يعني درناه بالنخالة ديالو، زعما احسن حاجة، لان الدقيق من الخضرة ما بقى فيه والو، ان ديك النخالة هي اللي مهمة بالنسبة يعني المعدة ديالنا وسميتو. وهاد الخضار مطحونين مخلطين راه حسن من لاصوص اللي كتنشريوها موجودة. صراحة راه عندي، ولكن فضلت نصيب لاصوص في الدار باش ندير فيها الخضار على حساب الدراري الصغار، يعني ندخلو ليهم الخضار مزيان في التغذية ديالهم، لان كتعجبهم البيتزا غياكلوا اي خضرة بلا ما يحسوا راها كاينة تما يعني مطحونة. نسرح مزيان لاصوص ونجيب الطون. انا غير شاركت معكم الفكره، وكل واحد غادي يدير العماره اللي عجباتو. في بلاصه الطون تقدروا ديروا الدجاج هكا داير يعني غير تقليوه شي شويه وتصهدوه شويه وتقطعوه طرف صغار. تقدروا ديروا اللحم مفروم، تقدروا ديروا اي حاجه بغيتوها. المهم على اي حال كل واحد غيدير العماره اللي عجباته. انا شاركت معكم فكره وتقدروا تغيروا فيها كيف ما بغيتوا. صافي، بعد ما فرقت ليها الطون مزيان ندير الفلفله اللوينات اللي عندي بثلاثه بهم، نفرقهم فوق منها. الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا ليه لايك وتشترك في القناه. مرحبا بكم والف مرحبا، وكنتمنى تكون خفيفه وظريفه على قلوبكم ان شاء الله. دابا ندير الفرماج ولا الكيسو. دابا غنديو البيتزا للفران ونرجع معكم تشوفوا الشكل النهائي ديالها. وبالصحة والراحة. هي دي البيتزا ديالنا، حطيتها في الفران بعد ما زدت عليها واحد الشرائح زينتها بواحد الشرائح كبار ديال الفلفله في الاخير. الفران ديجا مسخن على درجه الحراره 200، وكنتمنى تجربوها وتعجبكم. هذا هو الشكل النهائي، بالصحه والراحه.